كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمع عقلك؟ بهالفيديو راح نتحدث عن الذهب، راح نتحدث عن اليورو، راح نتحدث عن تحليل الدي اكس واي، شو منتوقع، شو أهم الفرص القادمة على الأسواق، كل هذا راح نناقشه بالفيديو. إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة، إذا مهتم بتداول الفوركس أتمنى منك الاشتراك بالقناة وانضمام لقناتنا الفوركس على التليجرام. إذا حابب تحصل على توصيات مجانية كل يلي عليك الانضمام عن طريق رابط إحالتنا بمنصة إكسنس، والدخول راح يكون بشكل مجاني تماما. قنواتنا على التليجرام ننشر فيها التحليل بشكل يومي، ايضا اهم الفرص يلي بنتوقعها داخل الاسواق، طبعا بهامش مخاطرة قليل جدا من حسابك. كل يلي عليك انك لما تدخل لمنصة اكسلنس من الرابط يلي بالوصف او من اول تعليق تحط رمز الشريك عبدو عبدو حتى تدخل عن طريق وكالتنا بشكل تلقائي، ما راح تخسر اي شيء، فقط رح نتقاسم الرسوم يلي بتاخدها منك المنصة. الذهب أصدقاء يصنع قمة جديدة عند مناطق 2510 بعد اختراق القمة السابقة وإعادة اختبار سريع للقمة السابقة. شفنا الصعود، وإذا بتلاحظ الصعود فقط عم بيصير بالجلسة الأمريكية، صعود اليوم صار بالجلسة الأمريكية، الصعود السابق أيضا بدأ بالجلسة الأمريكية. إذا الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية ما عم تتفاعل مع الصعود هذا، وممكن تستغله باقتناص فرص بالأيام القادمة. هي مو قاعدة صديقي، لكن بالأيام الحالية، بالأيام القليلة الحالية اللي عم نعيشها حاليا، السوق الآسيوي عم يتفاعل بتداول جانبي، والسوق الأوروبي أيضا اليوم تفاعل بسلبية عند افتتاح الأسواق الأمريكية. شفنا صعود بالذهب، أقرب مناطق دعم على الذهب. لاحظ مفتاح الأمام بالنسبة لنا هو موفينج الخمسين على فريم الأربع ساعات، طالما لحنا أعلى إذا لحنا تحت ضغط شرائي وصعود للذهب. في حال عاد اختباره وكان إعادة الاختبار ناجحة ممكن ندخل صفقة صعود. هاي مناطق الدعم الأولى هي موفينج الخمسين عند مناطق 2460، لكن لا يمنع على الذهب الإغلاق أسفله. مناطق الدعم الثانية، لاحظ الترند هذا المتحرك يلي بأثناء اختراقه وإعادة اختباره شفنا حركة قوية، في حال إعادة اختباره ممكن يشكلنا نقطة دعم بهالمنطقة هاي. إعادة الاختبار بتكون عند مناطق 2477. اليوم أنا نشرت لكم لما كان الذهب عند مناطق 2485، حكيت لكم في حال عاد اختباره، طبعا على قناة التليجرام مهم جدا تكون مشترك على قناة التليجرام، في حال عاد اختبار 2477 راح افتح صفقة شراء من هالمنطقة هاي للأعلى، ولكن للأسف كان إعادة الاختبار بيفرق فقط 70 نقطة عن النقطة اللي حددناها. إذا ارتد من مناطق 2485 تقريبا وما استهدف مناطق 2477. إذا الخيار الأفضل اليوم هو المراقبة. أهدافنا بالذهب أصدقاء للأشخاص اللي فاتحين تمركزات من الأسفل، مناطق 2521 اللي هو 1.27 فيبوناتشي لازم تركز عليها، لأن احنا بحاجة لأغلاق صريح وواضح أربع ساعات أعلى هالمنطقة هاي حتى نحكي عن استكمال الصعود. غير هيك أصدقاء لازم نراقب يوم غد وننتظر. من الأفضل للأشخاص اللي ما عندهم تمركزات انتظار أهم مناطق الدعم، وأقربها هي مناطق 2477. كان الارتداد واضح تقدر تدخل بمخاطرة ستوب لوز ليتراوح من 50 نقطة إلى 70 نقطة من هاي المنطقة هاي بعد الارتداد وإعادة الاختبار. إذا اختصار الكلام أصدقاء، الذهب صاعد إلا إذا صارت عنا مفاجآت. المفاجآت هي الإغلاق أسفل 477، والذهب دائما بيعودنا على المفاجآت. ممكن نتوقع عودة للهبوط إلى مناطق 2424، أولى مناطق الدعم على الفريم اليومي. الدي اكس واي أصدقاء من شهر بتعرفوا وجهة نظري أنا هبوطية بالدي اكس واي، مع اختراق الترند هذا رسمنا قناة أيضا كسره وعاد اختباره. الحمد لله كان في عنا هبوط جدا قوي، هذا اللي استفدنا منه بقناتنا الخاصة. أقرب مناطق الدعم بالنسبة للدي اكس واي وهدفي بالموج الحالية للدي اكس واي هو سحب السيولة والهبوط وكسر القاع يلي هو عند مناطق 100.70. في حال كسر الدي اكس واي مناطق 100.70 راح راقب انا اي موجة دافعة، راح راقب انا حركتها، هل راح تحافظ على الموجة الدافعة، راح ننزل ناخذ 3 ارباع الموجة، او راح نحافظ على الارتداد وممكن يكون الاستهداف مناطق 103. اذا باختصار القول الدي اكس واي طالما هو تحت مستويات 103 هو تحت ضغط بيعي، اي موجة ارتدادية اي صعود هو للهبوط طالما هو اسفل مناطق 103، واي ارتداد بعد ما نوصل لل 100 راح يستهدف في الغالب مناطق 103. ايضا اليورو اصدقاء، ايمتى بفكر انا ببيع اليورو؟ حاليا اليورو ليس صالح للشراء،
كان منطقة الشراء الأفضل من وجهة نظري هو مع إعادة اختبار بعد كسر المنطقة، مع إعادة اختبارها في هالمنطقة هاي ممكن فرصة للشراء. أما إذا حاليا أعاد اختبارها ممكن تكون فرصة للشراء. غير هيك أصدقاء، راح فكر ببيع اليورو مع وصوله للواحد دولار واثنا عشر سنت، واحد دولار واثنا عشر سنت أو واحد دولار وإيداع سنت وثمانين، ممكن فكر ببدء مراكز بيع على اليورو. غير هيك أصدقاء، أنا أيضا مراقب حاليا باليورو الأشخاص اللي عندهم تمركزات ممكن تجني بعض من أرباحك عند هاي المنطقة. هيك وصل لنهاية الفيديو، أتمنى ينال إعجابكم. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.